حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن من الأجندة إلى التراث الفلسطيني، حيث يأخذنا معهد الشارقة للتراث في رحلة مشوقة وجميلة ضمن فعاليات أسبوع التراث الفلسطيني. ينتقل بنا هذه المرة من لون تراثي إلى آخر، من عالم الأزياء إلى المأكولات الشعبية إلى حلقات الدبكة الفلسطينية. زميلتنا عبير جلال حضرت أسبوع التراث الفلسطيني ورصدت لنا تفاصيل هذا الأسبوع من خلال هذا التقرير. تحت شعار تراث العالم في الشارقة، انطلقت مساء الأمس في مقر معهد الشارقة للتراث في المدينة الجامعية فعاليات أسبوع التراث الفلسطيني، وذلك في الفترة من 19 وحتى 23 من نوفمبر الجاري، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي. وقد افتتحه سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وذلك بحضور كل من ممثلي دولة فلسطين من دبلوماسي القنصلية والسفارة الفلسطينية في الدولة، وسعادة سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وجمهور غفير من محبي وعشاق التراث وأبناء الجاليات الفلسطينية في الدولة. أسبوع التراث الفلسطيني في الحقيقة كان مفاجأة طيبة، لأنه يعني فيه تنوع وغنى كبير جدا، سواء من المأكولات أو من الحرف اليدوية أو من الفنون الشعبية. التواجد الفلسطيني أيضا كان جميل جدا، هناك كثير من الفعاليات الفلسطينية من شخصيات مرموقة وغيرها تعمل في الإمارات أو خارج الإمارات موجودة في الأسبوع الفلسطيني. أنا عامل معرض التراث طبعا، اللي هو بيشمل الحرف اليدوية، المأكولات الشعبية الفلسطينية، الحرف مثل التطريز، مثل الحفر على الخشب، خشب الزيتون، الخلطات، المنتجات الفلسطينية طبعا، وشارحين عن الأتواب الفلسطينية والزي الشعبي الفلسطيني من كل منطقة وشو بتميز عن المنطقة الثانية. التراث الفلسطيني طبعا تراث قديم وتراث في وجدان الشعب الفلسطيني، وله يعني ابعاد كبيره تاريخيه وفنيه، وما زال يعني يعمل على احيائه. في عندنا الفنون الشعبيه، في عندنا الفنون الموسيقيه الادائيه، العرس الفلسطيني ما زال الى الان يعني يحتفي فيه الشعب الفلسطيني، لانه ايضا يمثل جزء من ذاكرته التاريخيه. انماط تراثيه مختلفه تعكس اصاله وملامح التراث الفلسطيني العربي المتنوع، والذي يحتل مكانة مميزة وخاصة في قائمة التراث العربي والعالمي. حبينا انه يكون انه المعرض يكون شامل طبعا، من خلال بعض من اللوحات الزيتية، وتكون هي صورة عاكسة من حيث التراث والعادات والتقاليد، من اللبس، من اللي هي الأماكن، من حيث الطبيعة، من حيث الأصالة. طبعا رسمنا عدة لوحات بتمثل اللي هي التراث الفلسطيني، من بينها اللي هو حاملة الجرة، من بينها اللي هي أصالة التراث الفلسطيني، جسدناها بخيل طبعا لابسة اللي هي الكوفية الفلسطينية. فنون فولكلورية متفردة تناغمت بين الغنائية والدبكة الدلعونية المميزة من تراث الفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض الأزياء بأصالة وعراقة أشكال الثوب الفلسطيني وديمغرافيته بين أبناء المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى أشهر الأكلات وأسرار الخلطات الطبيعية الفلسطينية والكثير الكثير من الموروث الفلسطيني الزاخر في هذا الأسبوع. مشاركين في التراث الفلسطيني أكلات فلسطينية، الزيت فلسطيني، الزعتر فلسطيني، الزيتون فلسطيني، المربى فلسطيني، السماك فلسطيني، الميرامية، البيبونج، يعني كل حاجة تتعلق في فلسطين والأكل احنا مشاركين فيها. أسبوع التراث الفلسطيني يشكل أحد أهم ركائز الهوية الفلسطينية التي ستظل حية متوارثة صامدة بكفاح أبنائها جيلاً بعد جيل.